قبل ما ينسوا شحاده وصابر هذا الشيء مستحيل. خلينا نحط ايدينا بايدين بعض. اذا ما بمشي على رجل وحده ما بيكون اسمي ابدا. مين له مصلحه يعمل ايه؟ شو قصدك؟ ولا في مالها الخبريه. لما اجى لعندي ما كنت بعرف انه هو مطلوب حضره المحقق. الظاهر انك لسه ما بتعرفيني منيح. انا عندي بنات وبخاف على سمعتهم. عمرًا لا خليني اغلطها. رح احسب. والله ما خلقك. سوق الحرير على MBC العراق. رمضان يجمعنا.